شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خالص التذكير بما يحتاج إليه في فهم مسألة التكفير. لا درجي باسكاني موانع التكفير قشرنا مانعي في انجم المانع الخامس التقليد لفرض الصوش تابيك دوية ويكافي ناسي تقليد مانكيت وجوركاني تقليد أوانا من باسكت مسألة شجرنك هي تقليد العامي في مسائل الاعتقاد. مسألة تقليد العامي في مسائل الاعتقاد وثمان هندك جار هندك نوسر ين هندك جار هندك زاناش بونم ناشتانيك باس دكان واوي ناي دكان وباسي دكان يا وابنيادي لسدنين كا أو أصلا يعني أو قول قولي أهل السنة الجماعية بلام دعي يبيني قولي معتزلية يا قولي أهل كلام وأهل بدع وأني يشك لو مسألنا أويك دلين لمسائل اعتقاد دا عذرنية ولمسائل فروع دا هيا مسألة فرعية بنياد نرا ولا سر مسألة أصلي يا لسر مسألة عقدي أويك علماء كلام متابة معتزلة وهروها أهل كلام أشاعرة وما تريديه وأنش ألين لمسألة عقيدة تقليد قبول نية يعني همو كسيك بو ناسيني خوا بو ناسيني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بو مسائل عقيدة دبي چي هبه دبي خوي نظر واستدلالي هبه وبعقش تكام دوزيته. أما منهج منهج أهل السنة وجماعات نية ودلين لمسألة عقيدة دا تقليد دروزنية كتقليد دروزنية يعني أبي تشيب كإنسان أبي النظر واستدلال يعني أبي بمشكي خوي بعقلي خوي ببيرو بوشوني خوي بقرب دو زيتوا خناسيب كات وعقيدة بدو زيتوا بلا ما بيني منهج أهل السنة وانية لمنهج أهل السنة دا أويكا لمسألة عقيدة دا تقليد دروستا. اگر تماشاب کی امام بخاری صحیح بخاری چند دست پیک دوا یک کم کتاب لکتاب کانی صحیح بخاری کتاب الوحی دوی او کتاب الایمان دوی او کتاب العلم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علیه امام بخاری بوی وای کدوا بوی پید بله اوی کلای اهل سنه و جماعه هيا جواز لوی کلای اهل بدع هيا اهل بدع لنشی أهل منطق وفلسفة وكلام رنشي ألين لها مش تشتك كورة وشك بقماند لها مش تشتك هبه بعقل خواب دو زوا مدارسي فلسفة مدارسي كلام أهل كلام ألين تقليد مكا باشا خود بعقل أبيها مش تشتك دو زيدو يعني شك لها مش تشتك دو زكا قمان لها مش تشتك دو زكا بلان دو أي ورا بعقل بيدو زوا أمام طريقي أهل بدع أهل كلام بوي أبيني ناشيد وزنوا بوي لا كتبكاني عقائد دا لا زور ناوندي علمي وزور زانكو وحتى زور حجرة وانشا چي أخواندري الإلهيات والنبوات وكذا كذا كذا أماني أخواندري لسات طريقي أهل كلام مقصد بيشي مقصد بيو يا هموتا كيقابي چيبكا هموتا كيقابي خوي بعقلي خوي خواب دوزيتوا بطريقة عقلي ناشد وزنوا دعي قمراشا بن بلا منهج أهل السنة وانية منهج أهل السنة دبيني جادي واحد كسي هرب فطرة إيمان دارة كشف هرب كشف هرب اضطرار يعني خي تعالى إيمان خاطر ضل إنسانك وإيماني هي كتابي بخاري صحيح بخاري يكن زي كتاب الوحي دوم كتاب الإيمان يعني بيت الله إيمان لنا خي إنسان دروز بوه تنال في ويسي بنظر واستدلال جورنيا في ويس ناكا بنظر واستدلال كسي واي باوري بشتيك هيا هيتشي شي لنازانه شتي شوائي لنازانه قواعد علمي وعقلي شي لنازانه
ويا بيز نهكر جاء موضوع موضوع إيش جرينجا يعني أصلي بابتك كلا مسألة عقيدة دا عذر بالجهل نيا اللي هو الجراوة بويا إمش با ضرور من زانيك أصلي أم موضوع أشهر لا سبكين لقل بابتي عذر بالجهل دا يعني عفوا موانعي تكفير دا مسألة التقليد العامية في مسائل الاعتقاد اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول هو القول بتحريم التقليد في مسائل الاعتقاد، يعني قول لنا مسلمان أنا باوى أرين لمسألة عقيدة دا تقليد ناخوة، وأنه إذا قلد العامي في هذه المسائل فوقع في الكفر فإنه لا يعذر، فإنه لا يعذر لأن أود كان زيادة لأن الواجب عليه أن ينظر في أدلة الكتاب والسنة الواضحة الظاهرة، ولأن المطلوب في العقائد العلم اليقيني وهو ما لا يحصل من التقليد، وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الأصول زوريني أهل أصول علماء أصول وزوريني علماء كلام علماء عقيدة بلام أوانيك لسر منهجي أهل السنة جمع النهارون باشا راستا مسلمان وعلماء إسلام بلام لسر طريقي أهل السنة ناشن باور ينوايا لا مسألي عقيدة دا مسائل اعتقاد دا تقليد حرامة همو كسيك أبي أخوي دراسي عقيدة كي أخوي بك تماشى بزن جويني تشي أفرمي. قال الجويني في الاجتهاد فلا يسوغ لأحد يعني لا يجوز لأحد أن يعول يعني يعتمد في معرفة الله تعالى وفي معرفة ما يجب له من الأوصاف يعني جائزني بو هيج كسيك بو أخوى ناسي وفي معرفة في معرفة ما يجب له من الأوصاف يعني ناسيني أسماء وصفات أوشتانا ويجوز عليه اشتك بخوا دروز به واشتك بخوا دروز نبي عندك صفته بخوا دروز عندك صفته بخوا دروز نبي ويجوز عليه ويتقدس يعني يتنزه عنه على التقليد يعني لا يسوغ لأحد أن يعول على التقليد لسه التقليد نابع اعتماد بكره وكذلك القول في جملة قواعد العقائد هل وها لا كوي بابتكان عقيدة التقليد دروس نية أما مذهبي جوينية ومذهبي علماء كلامة أما مذهبا زورش با وبلام مذهبي كي صحيح شنية واستدلوا بأدلة منها تندين بلغشيان هيا بلغكانيان أمانا الآيات والدليل الأول الآيات التي فيها ذم التقليد كقول تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون يعني أمان كروتا بلغة يعني صفتك لصفتي مشركين شيا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني إما تقليدي بابا بيراني خمانك إما حوان هاد شيك هاد ديني كان هاو بلا سلأواتش وقال القرطبي في التفسير طبعا نقليك ولا عذر للمقلد في التوحيد همسا قولي شباوه لنا علماء دا لمسألي توحيد عقيدة دا تقليد رزني أو قولك قرطبي نقلك قولك غلطة دليلي دوام قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ها بو مسألي التوحيد بعلم ذهبه أما شبهيك فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله ببيع علم لا إله إلا التوحيد عقيدة ببيع علم قبولنا به بالتقليد قبولنا أما كان بلقى قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية السفاريني كيف كان لو عقيداني حنابلة إخيرون بعقيديك سلفي عندك أخطاء إتيايا علماء شرح دياليان كدو إيكي لو أنا أم هي قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين كل ما يطلب فيه الجزم هاشتك جزم تياي مطلوب به يعني باب اعتقادات اعتقاد أكل لسر قمان دودلي بزان موايا وبزان موانية نخي يقلعي بي هاشتك جزم تياي مطلوب به يمتنع التقليد فيه والأخذ فيه بالظن لأنه لا يفيده يعني لا يفيده اليقين الجزم وإنما يفيده دليل قطعي ظن إفادة علمناك أما شكي كتلة بلغة كانيا بلغي السيام الدليل الثاني
قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه في سؤال قدري لسؤال قدرها توا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني بوكسيك برساي لي أكلنا أقور عند الباري محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. خلط شياود من الشومود، يعني أبيل مسألة عقيدة خلط شيارة جوبلي أمان كدوت بلقابو أو التقليد لعقيدة ناخوة أم حديثة، فيقال لا دريت ولا تليت، يعني نزانيوتا ونا شونيش كوتويد، يعني هيش نزاني وشوني كسيش نكوتويد. أصلها تلوت وقلبت الواو للازدواج، وقيل تليت تبعت من حق من حقق الأمر على وجهه، ويضرب بمطارق من حديد ضربة باسك شي أسنين لي أدريت، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال ابن حجر في فتح الباري وفيه ذم التقليد في الاعتقادات، يعني يشك لو درساني كلام حديثها يا أوي إلا مسألة عقيدة تقليدنا أخوي، يشك لو درساني كتاتي بو لمعاقبة من قال كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت بين لك قبرك يا عقوبة أدري كابو التقليد العقيدة ناخو بمشي هذا يكنا بلغا مسيا. أما أم بلغانا بلغي أوانا كألين لمسألي عقيدة تقليد ناخو، أما قولي متكلمين وقولي أصولك. أما قولي الدوام كلمسألي عقيدة تقليد درستاء، القول الثاني جواز التقليد في العقائد، وقد نسبه ابن تيمية إلى جمهور الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية الله زوريني أمتي إسلام باوراً بوايا كالتقليد لعقيدة درستة. أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا، شيخ الإسلام ابن تيمية أفرمي لمسائل أصولي دا زور لعلماء كلام وهند زورج لفقهاء لوانيك لسر مذهبي إيمان مذهبي مامي أحمد الله وغيري أوانش لمذهبي مامي أحمدش من يوجب النظر والاستدلال، دلين دبي إنسان لمسلي عقيدة دا تقليد نكات على كل أحد، يعني دبي نظر واستدلال بكار بيني حتى على العامة والنساء تناند عوام عوام باوري بشتكي لمسلي عقيدة أبي دليلها بي فرق بياو جنو خنوار ونخنوار هم كوانانية حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة. تنانت لمسائل عقيدة دا صحابة خلافة كان هي أبي دليلها ميان بزاني، قالوا لأن العلم بها واجب ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص، يعني أمام مجموعيك لعلماء مجموعيك زور لعلماء لمتكلمين واضلين. أما ذهبك زور كسيج واضلين بلام هر مذهبك صحيح نية مذهبي سلف نية، وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإنما وجب علمه إنما يجب على من يقدر اشتكى زانيني واجبا أبي لتوانا إنسانا به كسيك مقلدا توانا إنية استاو هم عواما أو هم خلكا أو هم كشو جنو كرو خينوار ونخينوار أو هم خلكا لشو دا نظر استدلالي هيا أتوانيت لا خواب ناسي صفات خواب ناسي مسائل اعتقاد أو هم مشتانيكا لعقيدة دا بناسي نيتي بويا، فإنما واجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ نزوريني خلق نتوانا شو أم تكليفي لأكره؟ وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر شتي كتريش معناها، يعني علم جالي وهي حاصل أبي بشي بلا نظر خاص، يعني بيويسي ببلغ خوازي ودليل هنا نونية بل بطرق أخرى يعني أخر من اضطرار يكشك لبلغ كان، يعني بونمنا همو كسي استاب بونمنا باع أزاني في غنبري خواص الله صلى الله عليه وسلم هيا دليل شنيا
دليلي خلق زعني اخوا راس اخوا حقا دليلي شنيب ادلي كلامي بون منا العالم حادث يعني قواعد منطقي بون من مقدميه كمدوم ونتيجه قواعد علمي عقيده وعلمي كلام هيك زعني ده منطقة زينة فلسفة زينة عقائد زينة إيش زينة أش زينة خو حقه بويا بمن اضطرار وكشف أنا كسيها الضلي قلت تعالى ضلي وعلي أكاد ضلي رونا كاتا وزينة خو حقه زين دين حقه هي تقليدك ما مصف الله انكز واي وتوا مي شاء الله وايا من تقليد وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك شان دين راقيت ليشمان هم بلغي أماني كدلين لمسألة عقيدة تقليد درستا واستدلوا بأدلة منها. الدليل الأول الأدلة الكثيرة التي تأمر العامة بالرجوع إلى أهل العلم في أمر دينهم أو بلغاني كفرمان بمسلمانان أكن كبعامي خلق أكن كبقر نوبل أي أهل علم بقسي أهل علم أكن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون إذن نيوتوا لا تعلمون الفقه أو العقيدة إن كنتم لا تعلمون فرسالكي لا خلق وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني تو كفير علم بي أجيتوا أو كفير بتبخلك كباسيكي أو أنش بجوتك وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أم آيتان بلغان لسرأويك عمي خلق شعني أهل علم ذا بيبكون قال الشيخ ابن عثيمين يجوز التقليد في العقائد نصا الشيخ ابن عثيمين الله لما سلع عقيدة تقليد درسته مما لا يتمكن معرفته بالدليل يعني أوش تعني كوا إنسان دليلكين نازانة درست تقليد تيابك ولهذا نرى العامة الآن كلهم يقلدون سابينين خلقهم ويتقليدك بل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سؤالنا أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه أن نقلد المسؤول ونأخذ بقوله كابو هم بلغي لسر درستي تقليد فالتقليد في المسائل العقدية كالتقليد في المسائل العملية تماما ولا فرقة يعني أوكيك تقليد لمسائل فقدا درسة العقيدة جدا درسة فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه ففرضه التقليد أو إيك خويتي ناقة لمسائل عقيدة دليل بينته دليل كان ريكو لمسائل عقيدة تيكبقى حركوا فقه وعيا تواني العقيدة جدا تقليدي لخوي أعلمتير كابزان علمائي لخوي قولتير لخوي شارزاتير خلقي لخوي زاناتير تشيانو توب أقسامك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأما من قال إنه لا يصح إيمان المقلد يعني أو زاناني كدلين إيماني مقلد دروسنية باشا إستا يما قولين أو يكا مقلد بإيماني دروسنية اتشيب يعني كافر دبي مقلد نازاني دليل بين يتوت شون خوا سبحانه وتعالى شون هي شون او صفته هي شون او انيه شون او دكا شون او ناكا هيج نازل نل كتاب دزان نل سنه دزان نل قواعد علميه نل قواعد عقليه ود بجلين ولا ابي نظر استدلال شهبه إيمانك شيء دروس نية لبر نظر واستدلالي نية يعني تكفيري كمان كيد تكفيري مقلد مان كيد إنه لا يصح وانك الدلين إن لا يصح إيمان المقلد فمقتضى قوله أن العوام من الناس لا يصح إيمانهم يعني قسكان أو دخوا زيد أو دقريتوا كمقلد إيمانك صحيح نية لأنهم إنما بنوا إيمانهم على التقليد علماؤهم قالوا كذا يقولون كذا أما قول الشيخ ابن عثيمين بو دليل الدوام الدليل الثاني قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مقاعديش عامة بجوري توانا إنسان تشنيش لتوانا دابو لخوادة ترسيع وابيرو باور بيدادك يعني كردودك
وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الشنقيطي في أضواء البيان وبهذا تعلم يعني بم مقدميك مقدميك باسكات شيخ ألا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا بحيث لا يكون لا قدرة له البتة على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاج في وقت واحد أو لم يجد كفء أن يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور في التقليد فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحة له عنه. يعني بمقصد جواناني شنقيطي تقليدي شو موضوعي كتبوكا الله مقلد معذورة بو الله مقلدي كسيك تقليدي أعماء أمسي عليك بسلام أخير بني أخو بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره من مع عدم التفريط يعني كسيك لتواناي نية كم ترخم نية برام تواناشي نية خويتنا توانا لا أدلة تيبقى لا قواعد علم تيبقى يعني الله شيء أو له قدرة على الفهم تواناي شي هي برام ريقريق لبردمية هي قاعدة شيء عقلي هي علمي هي آياتي هي حديثي هي بو استئمو مانان لها مو قاعدة شيء علمي تيبقى لها مو آياتي تيبقى تاع عوام تيبقى وقد عاقته عوائق قاهرة على عن التعلم أو هو في أثناء التعلم جاء روايته إستا شش مان بيش إستواج إستنا بيسا باشتري شش مان يتد باشتري بي همو روجة تا دو سال سي سال چن سالك علم خويني أو روجة كده ست بيك دوغا أو روجة نية ككو تايده باشا أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد أو لم يجد كف أن يتعلم منه جاري وهي علميك دزناك ودرسي لاب خواني ما مسايك يزدك دزناك ونحو ذلك يعني هر شيء بيت همانا همي هو كارن بوأوي كوام مقلد معذورة مقلد معذورة فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحة له عنه كهجنا إذا صلاتي شنية شبكات يعني أما القادر على التعلم المفرط فيه أما كسكت وانايه علم بخير بلام كم ترخم والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي وحي هي وأجزاني دليل هي بلام هل تعصبي هي شويني حزبك هي شويني مذهبك هي شويني طريقاءك هي شويني حرشيك كالتوريك هي أجزاني بلقا هي فهذا الذي ليس بمعذور أو بمعذور حسابناك بتقليدك تقليدي شو معتبرني وكلو درسك تلبع اسمك أما دليلي دوامبو فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعى دليل السيام قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى أم حديثيك كالبلغي أم مذهب صحيحة كم مقلد معذورة وتقليد لعقيدة جداهية. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين تماشى مذهب المحققين كما يا أميك وثمان مذهب صحيح أوي كباوة أو مدرسي معتزلية قولي معتزلية قولي أهل كلامة أو كيساخل كانك أهل تكفير بناي لسر أكن بناو منهجي أهل السنة مدرسي معتزلية قولي معتزلية لسر أو أصل بنيادي النوع أما تماشي بتماشي مذهبي محققين كن والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك يعني كسك أجر بيرو باوري دروس داب مزرين إلى سرشتكان يعني هيش كوكماني كنبه هو كافي أو بسبوي وهو مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين أما قواعدي فلسفة ومنطق وكلام
نظر واستدلال عقلي كان بزاني يعني نزاني هيتشي مطلوب نية هيتشي مطلوب نية. ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة. الله يبقى شواني كسانك لزانايانا ولا أهل كلام بشرط يندانا وبوأو يكسك ببيت أهل قبلة أبي نظر واستدلالها به. وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. يعني وايوت وواقو مال أبا ودا أنين كشيا يعني بمسلمان حساب ناكري إلا أبي نظر واستدلالها به وإلا أبي تقليدنك. وهذا المذهب لقد بدن وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة. قول كثير من المعتزلة يعني بلي إلا نظر واستدلال وقواعد علم وعقل ومعرفة بوها مو كسيك لمجال عقلية عميها مستفزانة هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خطأ ظاهر. يعني هندق العلماء منتسب أهل السنة لشافعي مذهب كانش علماء كلام شافعي مذهب أوان وتوى وكم معتزلة قولي معتزلة وتوى بلام غلط النووي عليه غلط وهو خطأ ظاهر. فإن المراد التصديق الجازم يعني لمسألة إيمان باور بون مطلوبة. فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل يعني كسك باوري هي بخوا جايت البهر قاعدة شيء علمي عقلي بالتقليد بهات شيء باوري هي توا في بيزناك قواعد علمي وعقلي بزانيانا يعني. وقد حصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل. فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي. يعني تشندين حديثة يلسل أم أصلا أو اندبل يلسل هاتوا متواترة كبيويز ناكاد إنسان نظر واستدلال بكار بين بو مسألي عقيدة. أما بلقي سيمبو بلقي شوارم الدليل الرابع أن القول بمنع التقليد في العقائد يفضي إلى تكفير أكثر العوام الذين لا قدرة لهم على المعرفة بل غاية دينهم تقليد من يثقون به من علمائهم. قولي شوارم أويا أقرب لي لمسألي عقيدة تقليد نية أو قولا يشك لما فاسدكاني أويك زوريني عوام عوام قواعد علمي وعقلي هذا زوريني عوام كافر دبن تكفير ذكر لأن كتوانا يعني بس المعرفة واستدلال زوريني دينا كان بالتقليد ورقت ولا زانايانا وكثقان فيها. قال القرطبي وذكر أن جعل أول الواجبات المعرفة بالله قرطبي أن جعل أول واجب يكم واجب معرفة المعرفة بالله يؤدي إلى تكفير الجم الغفي الجم الكثير لعجزهم عن المعرفة والنظر والاستدلال. يعني بلي يكم واجب لسر إنسان معرفة بالله يكم شد لسر إنسان لا أهل سنة الإيمان معرفة بالله بع قواعد علمي وعقلي مطلوبني. هاي خمر بيتان جاري كتير شيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي إمامي بخاري صحيح بخاري دس بيك دوا بكتاب الوحي باشن كتاب الإيمان باشن كتاب العلم مقصدي بوا مقصدك أويك أو طريقي كوا أهل كلامها أنا ألين ألين بو مسائل دين وخواناسي شكلها مشتك دروسك باورد بهيشتك نبي بعقلي خود خواب دو زوا بيغمبر دو زوا إسلام دو زوا بطريقي علماء كلام لا أهل سنة وانيا لا أهل سنة نخير وحي هاتو إيمان دا مزريني باشن علم باشن علم. يعني بها الطريقة إيمانت بو دروز بو بفطرت بو دروز بو بكشف بو دروز بو بإضطرار بو دروز بو بها بتقليد بو دروز بو بها تشيك بو دروز بو إيمان بس إيمان بيت هرچن اگر معرفه لقلابه بقوت ترى بلام مرجنيه لسر او نوستاو. الله قرطبي اين هذا من قول الاعرابي
يعني أقبلين يكم واجب معرفة أبي نظر استدلال هذا ومانا رأينا هذا من قول الإعرابي الذي كشف عن فرجه ليبولا يعني كوا كابراي كده اشتكي ك لشوني كميزي كدوا ها هيش نزاني وا أوندت وانا يهبوا وانتهره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاتي كيستوانا عزيتي بن صحابة منعي كان قدغي كان كاتي ميزي لمزقوتي كدوا الله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يعني كسيش أوا ليش هذا زانية برهان شيا وقياسي مؤلف شيا وقضايا يعني أنواع قياس حادث ومتغير ونتيجة ومقدمة وقواعد منطق ليش هذا هيك شيء نزاني أترى خرجه البخاري والترمذي وغيرهما من الأئمة أترى هذا الإعرابي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان وأن رحمته وسعت كل شيء وكم من مثله محكوم له بالإيمان شندين كسترها يا فقير حيث نأزانة خلق بخوي نيجك أويش بنيتي خل نيجك نيش منيش نيجك موقعها هل بمسلماني حسابها هذا شون مسلماني تو والله فلان كز مسلمان ومن مسلمان هيك شنا زانه لا اسلامي شبه مسلمان حساب لا اهل سنه خو نهت وبلن كاك والله كاك تنابه او ابو خوي قواعد علم زانه واما منطقه زانه فلسفه زانه نظر استدلاله بحثه دراساته نظرياته اي تو شي كاك خو تو مسلمان نابي وانيه حب مسلمان هر كسي كشات ماني هنا التزامي كدو مسلمان روشتو قبول يشبو بل اكتفى صلى الله عليه وسلم من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين تنهى شهادة معناك بمسلم حساب كلا وحتى إنه اكتفى بالإشارة في ذلك ألا تراه لما قال للسوداء أين الله أين الله قالت في السماء من قال من أنا قالت أنت رسول الله هروندا قال اعتقى فإنها مؤمنة ولم يكن هناك نظر ولا استدلال بل حكم بإيمانهم من أول وهلة وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة باهي جيش نزاني بلا نظر ومعرفة وأنا طالما أمشتاني لي بدر كود بمسلمان حساب كلاوة القول في التقليد كالقول في مانع الجهل قال ابن القيم في الطرق الحكمية من كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات وأنه فاعل بمشيئته وإرادته فلا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام يعني كسان كان آوها بونمنا كومالا كفري شي قوريان لي وشيتوا كسيك الله أم عالم أزلية هربوا هربوا ين يعني إنكاري أو أكذب كأخوي تعالى خل زندوكاته ولا صحيح على صاد حشر ينكا ين يعني إنكاري أو أكاد كأخوي تعالى علمي هبي بها مكائنات وكم معتزلة ين يعني جهمية باورن ويا كأخوي تعالى علمي بكائنات نية علمي شيء مجملية بلا مفصلية ين يعني إنسان خوي بأعرزي خوي أتواني إيش بكاد وكوانيك للمعتزلة قدرية عفوا قدرية لأن خمان خالقي إيشي خمان وخمان خالق وفاعل إيشي وكوانيك أهل السنة لأن خوا خالق إما فاعل نا خمان خالقي إيشي خمان خوش من فاعل كومان لو اشتانا هن أوانا كفر هالكسي آوها كفري كير وكوانيك أمشتانيك النمني هنا فلا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام فأما أهل البدع الموافقون على أصل الإسلام أما أويك أهل بدعية لا أصل إسلام لقل مانايا بلام لكنهم مختلفون في بعض الأصول لهندي أصول عقيدة لقل مان جواز كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء يقسم أمانة شنبشي أما نبوشي هنا قول ابن قيم للتقسيم لتقسيم أم تقليد أنا فوائد زوري تاب وهنا أحدهما أحدها الجاهل المقلد
يعني كسواها يا رافضية قدرية جهمية غلاة مرجئية الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق. يعني كساني متشدد يستعلن تقليد مانعني ألم كسي كمقلدا لا يبغي والله مقلدا من تكفيري ناك أبي تكفيري كي تقليد مقليد ناخ. أما قولي الشيخ الإسلام ابن القيم باسي كذبك الرافضة القدرية الجهمية غلاة المرجعة الله ما نشل بشكل بشي كان بريتي لك الجاهل المقلد كسي كك نزان عوام تواني نظر استدلال نية الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى. أقول خويت واني النبي علم فير بها تعلم الهدى عن تعلم العلم. وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما أنا جاهلا مقلدا علمي النية تواني النية بلام بشي دوام. القسم الثاني متمكن من السؤال كسواه أتواني برسيار بكاب وطلب الهداية أي العلم ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه كسواه معرضة يعني بس خديش بارو بول ومنصبو شي فلان ومعنى بدوا علم ناقر معذور نيوة بدوا لذتي وتشيج لدنياه أو ناقر ولذته اشتغالا بدنيا ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك فهذا مفرط أمكم ترخمة مستحق للوعيد لمعذورني آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته فهذا حكمه حكم أمثالي من تاركي بعض الواجبات. فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبل شهادته. يعني أميش تفصيلي تياه سيدي أكيم بزان يعني أصل تياه هوايا ين نا أقل أصل تياه سنبو جواز أصل تياه هوابو جواز. قسم السيام القسم الثالث أن يسأل ويطلب كسواي برسيارك علم أخواني دلاساءك ويتبين له الهدى بلام ويتركه تقليدا أجزاني علمش أزاني بويش درك بلام لبر تقليد ولبر تعصب أو بغضا أو معاداة لأصحابه فهذا أقل درجات أن يكون فاسقا. يعني أمكسي كواء أو هاد لبر تعصب ده تعصبي حزبي بي مذهبي بي طرقي بي لبر هاد شكل لو أنا بي حق زاند ويوازي لأني كم ترين بلا فاسقة وأشكرتشي بي وتكفيره محل اجتهاد تفصيلة كده تكفيرش بكره كابوم. يعني خالي كمن بلا وقرنبو الجاهل المقلد يعني كسي كمقلد به يعني معذورة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن كفر أهل الحلول قولك شيخ الإسلام أما يبقى تفصيل ذات الاسريق سبكم إن شاء الله إخينا درست كتير لقال باس كذني شبهات التكفير وحكم بغير ما أنزل الله ليلة أوسين موفق بن بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.